متابعي شوف تي في مباشرة من إسبانيا، جولة بمطار برشلونة بعد قرار إغلاق الرحلات الجوية بين المملكتين بعد اتفاق العاهلين المغربي والإسباني. كنشوفوا أنه ما كاين حتى مواطن مغربي بين المسافرين. الحالة الآن بإسبانيا وصلت تقريبا أكثر من 4200 حالة إصابة بمرض كورونا فيروس، تقريبا 120 حالة وفاة، 189 حالة اللي تشفات، والوضع شوية خطير. وكنلاحظوا أن الأقاليم اللي هي الأكثر تضررا كاين مدريد، لاريوخا، إقليم الباسك. حنا الآن كتواجدوا في برشلونة، كنشوفوا الوضع هنا في داخل المطار. العدد ديال المصابين بكورونا فيروس في كاتالونيا 316، 4 حالات وفاة كلهم تقريبا متقدمين في السن. الحالات الخطرة هي 25، واللي خرجوا من اللي كانوا مرضوا والان في حالة جيدة هما 4 الحالات اللي حد الان. حنا كنشوفوا الوضعية الان مباشرة من مطار برشلونة، ما كاينش التواجد ديال المغاربة بتاتا بعد القرار ديال البارح بين المملكة المغربية والإسبانية. ها هو الوضع. مباشرة من برشلونة رئيس الحكومة الإسبانية راه احتمال بأنه غيعلن حالة ديال السنات الصحي بحكم الظروف اللي كتمر بها إسبانيا. وهنا حنا في كاتالونيا كاين 4 مناطق اللي هي تسدات اللي التواجد فيها بشكل كثير المصابين بفيروس كورونا. 4 البلديات ابتداء من 12 ديال الليل البارح وهي راه تسدات، ما كاينش دخول وخروج. هذا هو الوضع الان مباشره من برشلونه مشاهدي متابعي شوف تي في. غياب تام لاي مواطن مغربي. مباشرة من مطار برشلونة الوضع كما نلاحظ. طبعا المطار ما كيكونش بهذه الطريقة، ولكن اليوم راه كنشوفو كاين قليل السفر. هناك حزمة ديال الإجراءات اللي غتقوم بها السلطة الإسبانية الساعات المقبلة من بعد إجراءات ديال البارح. الله يحفظ الجميع، وقولوا الجميع